ازيك يا عبد الناصر؟ ازيك يا كابتن؟ منور الدنيا. الله يكرمك. اخبارك حلوه؟ الحمد لله والله. ايه رجعت ليه يا عم؟ نتائج كويسه في عمان والدنيا زي الفل ومركز الفريق بسم الله ما شاء الله السادس في جدول الدوري ب 15 بونت والفرق اللي يعني اللي هابطه شبه اتحددت، يعني الامور كويسه في عمان يعني والنتائج ما شاء الله. والله يا كابتن الحمد لله. يعني انا رحت في شهر 10، كان وكيلي استاذ احمد عبد الرحمن هو اللي وداني هناك. بدات معاهم كانوا في المركز ال 12. انت ما خسرتش غير ماتش واحد في ال في ال 11 مباراه اللي انا لعبتهم هناك. متعادل مع مسقط، متعادل مع النصر، متعادل مع النهضه، متعادل مع فرق كلها كبيره، مصنعه، متعادل مع نزوي، كسبان صحم، كسبان السويق، كسبان ثلاث ماتشات يعني ما شاء الله. والموسم اللي فات كسبان ماتشين ما شاء الله ومتعادل ماتش. حلو قوي. سبتهم الموسم اللي فات الحمد لله كنا حققنا من ال 12 صعدت بيه المركز السادس اول كويس. مره في تاريخهم. وعملنا اعلى نتيجه في الدوري، كسبنا مرباط 7-0 في اول مباراه ليا. الحمد لله. دي في الموسم اللي فات. هو مرباط هبط ولا ايه؟ هبط. يا خبر ابيض. مرباط ده تاريخ. ما احنا كنا سبب في هبوطه. يا نهار ابيض. فعملنا نتيجه كبيره جدا الحمد لله. ثبت اقدامي، بس لما جينا ندعم الفرق هناك حضرتك اللعيبه بتمضي سنه واحده بس. مفيش سنتين. سنه واحده؟ لان اللعيبه مرتبطه باشغالها ومدوماتها حضرتك عارف. جيش وشرطه ولازم يبقوا ملتزمين ويروحوا. فدايما اللاعب بيفكر في المكان اللي يبقى قريب من شغله. من شغله. احنا في بهله بعيد عن مسقط بساعتين. اللعيبه بتجيلي كل يوم ساعتين تتمرن وترجع. كل يوم ساعتين تتمرن. وعايز اقول لحضرتك قمه الالتزام والله العظيم. مفيش بقى تعبان لا ظهري وجعني، مش حاجات الدلع دي، مفيش خالص. بس الفلوس هناك مش كتير قوي برضه يعني، في المعقول يعني متوسطه طبعا. بيبقى عندك اربع محترفين بتجيبهم من بره برضه سنه واحده بس؟ لا دول ممكن سنتين وممكن بس حسب برضه الاتفاق يعني. كويس. اللعيبه كانت بصراحه هي تجربه بالنسبه لي كانت حلوه في ايه؟ انا طبعا اسمع دايما على اللعيب الخليجي. انت اول مره في عمان؟ اول مره اطلع بره مصر. والله اول مره. فكان اسمع ان اللاعب الخليجي وبيتدلع ومش عارف ايه ولازم لا العمانيين لا لا اولا قمه الاحترام. يعني بوجه لهم الشكر على اللي عملوه معايا. حتى الخليج كله اتغير. الاتيتيود خلاص اتغير بالظبط. لا وغير كده هم كمان يعني محترمين قوي معانا. اللعيبه كمان ملتزمه جدا. يعني اللعيبه دي لو توفر لها ان هم ما يروحوش شغلهم ياخدوا تفرغ، اللعيبه دي هتبقى لعيبه جامده جدا، هتتحط في مكانه ثانيه خالص والله. قمه الالتزام في التدريب. يبقى كابتن جاي لي ساعتين سفر بعد شغله، صاحي 5 الصبح رايح شغله، جاي لي ساعتين سفر الساعه يوصل عندي الملعب الساعه 4 نبدا الساعه 5 بيتمرن زي ما الكتاب ما بيقول ما شاء الله. فدول تخيل بقى لو متفرغين كمان. طبعا. فبصراحه اللعيبه لا حسيت كمان ان هم حابيني وبيشتغلوا معايا شغل الحمد لله. كنت عادل معاهم جدا في ان مين يلعب مين ما يلعبش، الملتزم اللي بيتمرن كويس بيشتغل. الفرقه كلها كانت بتشتغل معايا الحمد لله كويس قوي. فنشنا سادس، نتيجه كويسه للنادي اول مره في تاريخ النادي. جينا بقى في تدعيم الفرقه في لعيبه هداف الدوري كان عندي مشي. مشكله. وكان معايا احمد قطاوي من هنا من مصر والله ومشي. شفته بيلعب مع حرس الحدود. مع حرس الحدود بالظبط. شفته في مصر في قسم ومشي برضه. وكذا لعيب كويسين. احمد قطاوي انت اللي كنت واخده معاك؟ لا هو كان قبلي هناك. طب كويس. كان رايح من شهر واحد اللي فات قبل الكورونا. فطبعا جينا ندعم الماده شويه في النادي قليل.